الله وبركاته. معكم شيوة عالم سمسم. اليوم غادي نقدم معكم واحد الحلوى كتجي رائعة، وهشيشة ديال المايزينا أو النشا، كتجي رائعة ولذيذة بزاف، كتدوب في الفم، كتجي رطبة بزاف بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وفرجة ممتعة. عندي هنا في المقادير عندي 10 ديال الاصفر البيض، وعندي 2 ديال الزبده اللذه، نتوما اي نوع اللي كتستعملوا. عندي كاس ديال السكر سنيده، وكاس زيت المائده، وعندي كيس ديال فاني فئه 7 غرام، وكيس ديال الخميره الحلويات فئه 7 غرام، وكيلو ديال مايزينا. على بركه الله. نفتح الزبده، غادي نبدأ نخدم الزبدة. بسم الله، غادي نبدأ الخدمة حتى تخدم لي، وغنكب فيها العناصر الكل. نكب السكر، غادي نخدمها بالسكر، غادي نخدم معاها الكيس ديال الفانيلا، غادي نكب الأصفر البيض. الأبيض ما تخافوش منه، غير كتهما ديعو شي زعما، غادي تعملو به أي الحلوى تعملو بها الحلوى. كتجيبو غير الكوكو، كتخلطو مع الابيض البيض، كطلعوه حتى كيرجع كتنج كريمة، كيرجع كريمة، وكتخلطو معاه الكوكو، كتعدلو في الجيب الحلواني، وكتخرجو من الحلوى رائعة. من بعد ان شاء الله يربي نعدلها. انا نبدا نخلط هيدا، غادي نكب العناصر الكل. نكب كيس الحلوى، خميرة الحلوى عفوا، غير 7 غرام. غادي نكب تدريجيا الخليط ديال طحين المايزينا، كيبقى يطير بشويش بشويش. رد معاكم مثال ماشي بحال الدقيق. انا غادي نخلط حتى نكمل الخليط ديالي، ديال كمل الدقيق ديال المايزينا. وانا غادي معجنتها، غادي نخليها واحد 10 دقائق حتى ترتاح، غادي نغطيها في بلاستيك، نخليها غير واحد 10 دقائق. 10 دقائق ارتحت، بعد ما ارتحت بديت كنكور، غادي نكورها دائرة شكل دائري، وغادي ندخلها الفران مسخن من قبل، كل واحد الفران ديالو. غادي نستمر انا هيدا، وغادي ندخلها الفران، ومن بعد تنخرج ان شاء الله يا ربي. خرجتها من الفرن، ما كديش الطياب بزاف، كتبقى بيضة، كتبقى بيضة، ما كتحمرش، يعني غير كتبدا كتصفر، كتدي واحد اللون الذهبي خفيف، صافي كتحيدوها من الفرن. كديش الطياب بزاف، كتجي مشقوقه هيدا، كتجي مزيونه. دابا غادي ندوز نعمل الشوكولات. عندي هنايا الشوكولات، غادي ندوبه في الحمام ماريا، غادي نرجع ليه. غادي نعمل الشوكولات، وغادي ندوزها هنايا تقطع. غادي نستمر هيدا بالشوكولات، وغادي نسالي، وغادي تشوفها في الدبس تقدر ان شاء الله. هاي بعد ما عملت الشوكولات وخليتها حتى بردت شويش، كيف كتجي كتجي. دابا بغيتو تعدلو لها الشوكولات البيض كتعدلو لها، انا بغيت نخليها هيدا بالاسود صافي، الشوكولات الاسود صافي. وكنتمنى تكون عجبتكم، كتجي هشيشة وكتجي رطبة بزاف، كتدوب في الفم. وعيد مبارك سعيد، و
أتمنى تكون الوصفة عجبتكم والفيديو عجبكم. بالصحة والراحة، نخليكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله يا ربي.